يا بطل اجمد كمل اضرب جامد اضرب يا حرامي يا ابن الجزمة حرامي حرامي رجع من راحة؟ راحت ايه بس يا اسماعيل بيه؟ هو ده بيرتاح. ده انا اول ما وصلت قالوا ان هو نزل يطمن ان كل حاجه تمام في مول سيد عبد الرحيم الجناوي. هو مش في خدمات هناك من المركز والمديريه؟ في كل حاجه، بس ما انت عارف ده ما بيهمتش. انا مش عارف ده بيشوف اهله ولا حتى بينام امتى. تعرف يا عزت لو عندنا اتنين ضباط زيه فينا ما كانش في ولا جريمه واحده هتحصل. والله يا اسماعيل بيه مش في جنا بس، في الصعيد كله. بس ده مش كلامك قدامه يا عزت. أنا ما ينفعش أشجع على كل اللي بيعمله. أنت عارف بيتهور كتير وبيفتح صدره. فتحت الصدر في شغلانتنا دي برصاصة في الجنب الشمال. عارف عارف. بس أنت برضه بتقسى عليه يا عز. أنا بقسى عليه عشان بحبه وبخاف عليه. أنا أعرف زين ده من هو صغير. أبوه الله يرحمه صالح الجناوي وصاني عليه، وأنا لا يمكن أخون وصيته، وصيته دي في رقبتي. الله يرحمه. حرام انا زنباشا. جمعا فين؟ هنتجمع انا وانت فين؟ هنتقبل في الكعبة اياك؟ جمع بتاعتك دي في سجن طورة يا ابن الكلب. عملت المحضر يا رضا؟ كله تمام يا باشا، وزياد بيظبط كل حاجة. طب تنزل الواد ده الحجز وترجع المسروقات دي لاصحابها، ناس غلابه مش حمل لف ودوران. ها ربنا يجازيك كل خير يا باشا ويبارك فيك. ما تتحرك ايه يا رضا؟ قدامي. يخرب بيتك ضارب بوزع على الصبح ولا ايه؟ احنا بقى جمعا فين؟ مرتاحه كده يا ست الستات؟ عارفه يا سكينه، انا مش هرتاح غير لما احقق اللي في بالي. يا رب تحققي كل اللي بتتمنيه وكل اللي نفسك فيه. بس ايه هو اللي في بالك ونفسك تحققيه يا ست هدى؟ اللي في بالي مش هيخليني ست الستات بس، يخليني ست البلد كلها. دعاكي دعاكي. ايه جاي في ايه؟ في سرقة. سرقة؟ ايوه. وهو يا مغفل حد يفكر يسرق من مرد الجناوي؟ وليه ما ينفعش؟ كنت اكت القتيل؟ عشان في دايرة زين الجناوي، مش هو اللي مسكك برضه؟ وانت عرفت كيف؟ مش محتاج معرفة، جاي الحجز زينه يبقى هو اللي جابك، وما دام هو اللي جابك يبقى هتلبس حكم محترم وهتخرج منه تايب. انت مش شايف الحجز كله سبعة انفار؟ خدت بالي. عشان من ساعة ما بقى معاون المباحث سفلتها، المسجلين كلهم نصهم تاب والنص التاني طفش. همش همش. زمانه على وصول. انتوا مش
عرفنا ليلتنا هتبقى صعبة. بقول لك ايه؟ انا هبعت اجيب فطار. عايز فول وطعمية ولا عسل وفطير؟ بطانية وسرير. جعان وما زاد. 72 ساعة ما شفتش النوم. ما هو انت اللي بتعمل كده في نفسك يا ابني. هو مفيش بني ادم عاقل بيشتغل 3 ايام ورا بعض. ده انا لو اشتغلت 3 ساعات بتعب. راجل بتقي ربنا في اكل عيشك. وصون القسم اللي قلته في الكلية. مش ظابط فاشل زيك. قصدك مش اهبل زيك، ما تشتغل على قد فلوسهم. قد فلوسهم؟ لو ربع ضباط مصر عملوا زيك ده كان زماننا في شيكاغو دلوقتي. كان زمان الناس بتجري ورا بعضها بالطبنجات في الشارع. انا ماشي. نازل متى؟ يومين وانزل. بعدهم ساعه ساعه. وانت هتقول لي مستعجل على الصرمحه والكافيهات. كافيهات مين يا ابني؟ الموضوع اتغير خالص. عقبال ما دماغك تتغير يا رب ويطرد الفيروس اللي فيه. ايوه صح. امي عزمك على الغدا بكره. عامله ويكه وبط وعجميه. ايه العجميه دي؟ دي اللي هي سد الحنك. الحاجه دي حبيبتي. ربنا ما عارف بتحبك على ايه. ما فيكش ولا حاجه شبهنا. طب اجي اوصلك؟ الله ينتقم منك. باشا. شكرا يا ابني. باشا عمر، عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه ضروري. وعز جلالة اللي انا شايفك اربعه دلوقتي مش هستوعب منك اي كلام. اسمعني بس دقيقتين وتعالى بكره اوديك بدل الدقيقتين ساعتين تحكي لي فيهم قصه حياتك. أبصر. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكره. المسؤولين سواء كانوا أشخاص أو جهات بأنهم يصدروا قرار بتوحيد الزي الجماعي، لأن الطلبة والطالبات خلاص اليومين دول مبقوش بيلتزموا بيه. ناقص يقول لهم يشربوا إيه وياكلوا إيه؟ ده لو طبقوا الكلام ده هتبقى حاجة خانقة جو، وهيبقى شكلنا على طلبة المدارس. انسي يا نودي، ما ينفعش تطبقوا الكلام ده. ده هبل. يعني إيه يعني هما مالهم باللي بيلبس جينز مقطع ولا اللي بيلبس سبورتيف ولا اللي عامل تاتو؟ حرية شخصية. هما مالهم؟ أمال مين اللي ماله؟ يعني انتوا عاجبكم الشباب اللي ماشي في الشارع مطلوق كده لابس محزج ومقطع ما تعرفلوش اذا كان واد ولا بنت؟ والله يا ست صالحه بجاجيل مهبب، البنات بقت مسترجله والعيال بقت منسونه. خليكي في حالك يا بنت. حاضر. بصراحه ياما فيروز عندها حق. كسر حجك. هي مين اللي عندها حق؟ بلك اللي يحكمني على بنات الجامعه دول انزل وراهم بالنبوت اضرب كل بنت لابسه لبس فاضح اكتر ما ساتر.